مصر توقع اتفاقا مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لدعم البنى الأساسية بخمس محافظات. التحالف الدولي يؤكد استمراره في التعاون مع العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة. مستشار الأمن القومي الأمريكي يعرب عن أمله في تفعيل الحوار بين موسكو وواشنطن. الحادية عشر صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وقعت مصر اتفاقا مع البنك الدولي لاستكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف بقيمة 300 مليون دولار بخمس محافظات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الاندونيسية. وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنى الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدود الدخل، وإجراء تطوير شامل للمنظومة الاجتماعية. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والخطوات التي تتخذها الحكومة لتمكين المرأة، مؤكدا دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس السيسي والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مغلق بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر حول تمويل التغيرات المناخية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في مدينة بالي. أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استمرار التعاون مع العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد. وقال متحدث باسم التحالف شون راين إن الهدف الأساسي من وجود قواته في العراق هو محاربة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع الحكومة العراقية. كشفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عن اتفاق إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان يوم الاثنين المقبل. وأضافت هيلي في بيان أن فتح المعبر سيسمح لقوات حفظ السلام الأممية بتكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في مرتفعات الجولان. وطالبت الحكومتين السورية والإسرائيلية بتسهيل مهمة القوات في المنطقة. أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن أمله في تفعيل الحوار بين موسكو وواشنطن خلال زيارته لروسيا في 20 أكتوبر الجاري. وقال بولتون في تصريحات إن هدف الزيارة هو مواصلة الحوار الذي بدأه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي شهر يوليو الماضي، وكذلك بحث العلاقات الثنائية والخلافات العالقة بين البلدين. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.